تاريخ مجد جددا وسقى الربوع ومهدا وأشار للحق الذي يحمي المريد من الردى أنشأ صروحا حصنت وأشاد ذكرا خلدا حقب توالت تبتغي رسم الطريق على الهدى أحداث قوم قاوموا وتحملوا ما أجهدا فدعوا لشرع محكم ببلادنا أرض الندى أحداث قوم قاوموا وتحملوا ما أجهدا فدعوا لشرع محكم ببلادنا أرض الندى. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتميز تاريخ الحركة الإسلامية بالمغرب بكثير من الأحداث والوقائع المثيرة التي تحيل على مرحلة متميزة عاشها المغرب خلال 3 عقود تقريبا، وهي مرحلة حاول خلالها نشطاء وفاعلون إحياء وتجديد الدعوة الإسلامية ومواجهة المد اللاديني والتيار الشيوعي من خلال تنظيم حركي محكم يعتني بتصحيح المعتقد وضبط السلوك ورفع الوعي. هذه التجربة الفريدة من تاريخ المغرب بما لها وما عليها أيضا لم يعطها للأسف حقها من التوفيق والبحث، ما حال دون أن تستخلص الأجيال التي تلتها الدروس والعبر وتصحح الطريق والمسار. في هذا الحوار نستقي شهادة أحد الرجالات الذين عايشوا هذه التجربة، ونحاول من خلاله أن نتعرف على تفاصيل هذه المرحلة المهمة من تاريخ الحركة الإسلامية بالمغرب. باسمي واسمكم متابعينا الكرام، أرحب بالأستاذ الأمين بخبز الحسني، عضو الشبيبة الإسلامية سابقا والبرلمان سابقا أيضا عن حزب العدالة والتنمية، والأستاذ المتقاعد عن كلية الآداب والفاعل الجمعوي النشيط بمدينة تطوان. بداية أرحب بالأستاذ بخبز، مرحبا بك وسعيد جدا باستضافتكم في هذه السلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنا أشكر الإخوة في موقع هوية إسبريس على استضافتي وعلى تكريمي بهذا النوع من الحضور الإعلامي الذي سيكون بإذن الله تعالى ليس لشخصي وإنما لما أستطيع بإذن الله تعالى أن يعني أعرضه أمام عموم المشاهدين من تاريخ الحركة الإسلامية التي عشتها وعايشتها ونشأت فيها، وسألتزم بإذن الله في هذه الشهادات وفي هذه الحلقات سألتزم بمنهج وهو ألا أحدث إلا بما رأيت أو ما سمعت أو ما سمعته من ثقة لا أتهمه في صدقه وصلاحه. وكذلك هذه الشهادات سأجتهد وسعي أن أراعي فيها التسلسل التاريخي، ولكن هذا يحتاج كما قلنا إلى نوع من التنبيه ونوع من لا أقول التوجيه وإنما التذكير حتى لا أتيها وحتى لا أشرد وأخرج عن موضوع الحلقات. طيب، في مطلع هذه الحلقة الأولى لو نبتدئ من البدايات، لو تحدثنا الأستاذ بخبز عن المكان الولادة والنشأة والبيئة التي ترعرعتم فيها بمدينة تطوان. نعم، إن شاء الله أبدأ فأقول أنا عبد لله الأمين ابن مصطفى ابن الأمين بخبزة العمراني الحسني من مواليد تطوان في 9 رجب
عام 75,300,000 الموافق للحادي والعشرين من فبراير عام 56,900,000. ونشأت أول ما نشأت في بيئة محافظة، فالوالد رحمه الله كان حافظا لكتاب الله، حافظا للمتون، له نصيبه من التعليم الشرعي. الوالد رحمه الله كانت على مستوى من على مستوى من الانتماء. الوالدة كانت ريسونية ربما الوالدة. نعم. إلى عائلة شريفة اللي هي العائلة ريسونية، وبالتالي كانت تراعي بكل ما أوتيت من وسع أن تربينا على مكارم الأخلاق حتى نكون في مستوى هذا الانتساب إلى هذه العائلة الريسونية الشريفة. هذا بالنسبة لي النشأة الأولى. طبيعة الحال كما هي عادة عموم المغاربة في ذلك الوقت، أنا أتحدث عن أوائل الستينات وأواخر الخمسينات في الحقيقة، كنا نذهب عند جدي لأمي رحمه الله مولاي علي الريسوني في وادي لو، حيث كان يقيم وحيث كان فلاحا كبيرا وكسابا كبيرا. يعني كان كيشتغل في الفلاحة جد. نعم. كنا نلتحق به في عطلة الصيف، فيدخلنا جدي رحمه الله إلى كتاب لزوما. يعني شحال تقريبا كان في السن ديالك هذا الوقت؟ بدءا من خمس سنوات. خمس سنوات، يعني عدد الإخوة كنتوا أربعة ربما على حسب ما عرفت. نعم سيدي. كنتوا أربعة الإخوة. احنا أربعة الإخوان، ولكن على تفاوت في. أنت ما كنت أنا الأول. الأول. أنا البكر، نعم. فكان الأخ الذي يأتي بعدي بعد ثلاث سنوات أخ أحمد بخبزة، يعني في تلك الفترة لم يكن يلتحق لأنه كان ما زال صغيرا، ولكن ما أن دخلت ما أن وصل إلى الخامسة من عمره اللي هي سنة 63-64 حتى التحق بنا في الكتاب. وكان هناك منهج عجيب تربوي، يعني بحيث نؤخذ بحفظ اللوحة حفظا متقنا على الطريقة المغربية الذي يبدأ في السادسة صباحا، يعني نمحو اللوح ونهيئه للكتابة، ثم بعد ذلك نذهب للإفطار لتناول وجبة الفطور ثم نرجع، ولا يؤذن لنا البتة أن ننزل إلى الشاطئ وإلى السباحة وإلى إلا بعد أن نحفظ يعني هذا التمن أو هذا الجزء من القرآن الذي كتبناه. هذا كان شرطا موجبا. تقريبا شحال كانت مدة الحفظ؟ كانت راه من ساعتين مدة الحفظ؟ لا ساعتين، كنا نبدأ السادسة صباحا ثم نرجع لتناول وجبة الفطور، ثم نستأنف في الثامنة صباحا إلى صلاة الظهر. إلى صلاة الظهر في الغالب يأخذنا جدي معه رحمه الله لأداء الصلاة، أو يأذن لنا كنا صغارا بأن ننزل مع من يكبرنا من أبناء العائلة، أبناء خالتي وأبناء يعني أبناء العائلة. أشي دابا كنت كلمة قبل بالدخول المدرسي، باقي ما دخلش المدرسة قبل الدخول. نعم. المدرسي خمس سنوات يأذن لنا بالنزول إلى الشاطئ، واستمر هذا المنهج التربوي معنا يعني إلى حدود الثانوي، يعني وإحنا مستمعين كلما نزلنا إلى واد لو لا بد من الكتاب. كذلك كانت سيدة الوالدة رحمه الله رأت لنا كتابا في الحي وكانت ترسلنا إليه في العطل الموسمية، عطلة الربيع، عطلة رأس السنة في المدينة العتيقة. إيه في المدينة العتيقة. نعم المدينة العتيقة حيث ولدت، بحيث إنني ولدت في بيت جدي الشيخ الأمين بخبزة، وكان فقيها حافظا خطيبا في مسجد معتبر بتطوان، وظل خطيبا به 36 عام. فكنا نلتحق بهذا الكتاب لزوما وفي العطل، وإن كان
تربويا هذا صعب شوية يعني كدينا فترة العطلة من المفروض أن يستفيد منها الطفل في اللعب مع أقرانه في الحي وكذا، وتلزمه بالذهاب إلى الكتاب ونبقى صباحا ومساء نتغدى ونرجع. نعم. وكانت لي ذكريات مع هذه الكتاتيب التي درست فيها. كان صاحب الكتاب الفقيه الذي يحفظنا القرآن في ودلو لا يستطيع أن يضربنا لأننا شرفاء، وإذا لم نحفظ أو قصرنا في الحفظ كان يأتي بولده ويضربه أحيانا بدون موجب حتى يبعث في نفوسنا الخشية ويضربه ضربا أحيانا مبرحا حتى نستفيد من ذلك الضرب ونجد في حفظ القرآن. طيب هذا الواقع واش كان خاص بعائلة بوخمزة مدينة تطوان ولا واقع كان عام على كاع؟ اي نعم. كثير من السكان مدينة تطوان حي داك الوقت. اي نعم. يعني كان التدين منتشر ولا كان كي كان وضع المساجد؟ عطينا صورة قرب لنا صورة على الواقع داك في هذه المرحلة الستينيات. نعم. مثلا انا كنت يعني التحق بالمسجد خاصة في رمضان منذ 5 سنوات، بحيث كانت جدتي تأخذني معها وتدخلني إلى قسم النساء، كنت ما زلت طفلا يعني، وهي تربي في حب القرآن وتقول لي. لما وصلت إلى سن 7 كانت تدفع بي إلى أن أدخل في حلقة قراءة الحزب سواء في الفجر أو في المغرب أو إذا في رمضان يكون في العصر، فكانت حريصة رحمها الله حريصة على هذا الأمر، بل كانت حريصة كذلك على أن أدخل إلى زاوية صغيرة كانت عندنا لشيخ معروف هو الذي بنى المسجد وهو سلاوي، الشيخ علي بن مسعود السلاوي. كان جاء إلى تطوان يطلب العزلة ويطلب الخلوة إلى آخره، وكان يعني غنيا فبنى مسجدا ما زال إلى اليوم قائما. هذا أنا كنت أتكلم على القرن 11. فكنت أدخل إلى تلك الزاوية حيث هو مدفون وكانوا يصلون بها، وكنت أقرأ معهم دليل الخيرات، وبيتنا يطل على تلك الزاوية، فكانت الجدة رحمه الله يعجبها دليل الخيرات والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أشكالها ومختلف ترانيمها، وكانت تشجعني على ذلك بأن تعطيني نصيبا من الدراهم. ما لا أقول الدراهم في ذلك الوقت، وإنما كان عندنا البسيطة يعني الإسبانية كانت ما زالت يعني هي الشائعة إلى آخره. فنشأت في هذه البيئة، أذهب إلى صلاة التراويح، أقرأ الحزب يعني بدءا من سن 7 يعني. ثم بعد ذلك يعني لما وصلت إلى سن 9 10 بدأت أجلس في مجلسي يعني الوعاظ والمرشدين الذين كانوا يترددون على مسجد العيون، مسجد سيد علي بن مسعود يعني وكان منهم يعني دعاة يعني متميزين، الشيخ محمد أمزيان وكان من خريجي الأزهر في مصر. نعم. وكان رجل متميز وله شخصية مؤثرة وخطابه محبوب وهو ريفي، فيخاطب الجميع باللهجة التي يفهمها، يتكلم بالعربية ويتكلم بالأمازيغية، بل أحيانا يتكلم بالإسبانية ليفهمه الجنود الذين كانوا مع فرانكو في الحرب الأهلية، وكانت غالبة عليهم اللغة الإسبانية، فكان أحيانا يقف ليشرح بعض المواقف العقدية والمبادئ التشريعية إلى آخره بالأمازيغية، وكان ذلك محبوبا عندنا. الشيخ إسماعيل الخطيب والآخر كان يأتي إلى ذلك المسجد ويلقي درسه، كان ما زال في يعني حتى هو كان يدرس في الجامعة الإسلامية في السعودية، فكان رحمه الله يلقي درسا كذلك. والشيخ محمد التشجاني وهذا صهر السيد العم
صاهره بأن تزوج ابنته ومن العائلة الصديقية التشجانية وابن عمتهم إلى آخره. فهذا كانت له طريقة تقليدية في ولكن كانت محبوبة هي الأخرى طريقة تقليدية ولكن كانت كيفاش كان الإقبال على الدروز إلى العلماء؟ كان مشهودا في تلك الفترة لأن الأمر يتعلق بالواعظ أو الخطيب أو المرشد أو لأن إذا كان مؤثرا كان خطابه مفهوما كان خطابه محبوبا الجميع يأتي لسماعه طيب سنة 1970 كانت لكم زيارة ضرح مولي إدريس درهم. نعم كانت هي الأولى والأخيرة. لا قبل هذا أنا أتحدث عن أنه مع هذه الأجواء كان السيد الوالد يأخذني معه كل جمعة إلى الزاوية الحراقية الدرقاوية فكنت أعيش تلك الأجواء أجواء السماع والمديح بالموسيقى وأجواء لما يقومون إلى الحضرة يعني الرديح هذه الأجواء كنت كان الوالد رحمه الله يعني ليس مقتنعا بحيث لم يكن يقوم إلى 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 رديح وكان يبقى جالسا ولكنني تأثرت بتلك الأجواء من حيث جمال الأصوات ومن حيث الإيقاع الموسيقي وهذا أمر وردته أنا عن والدي عن أبيه عن جدي فجدي كان مسمعا في الزاوية الصديقية كانوا يأتون إليه من طنجة إلى تطوان ليأخذوه لأن كان له صوت يعني جهوري وصوت جميل إلى آخره وله مقامات إلى آخره فنشأت في هذه الأجواء ولكن حتى لا تفوتني يعني واحد السبب الذي تركنا نذهب إلى الزاوية الحراقية هو السيد العام رحمه الله الشيخ محمد بوخبزة كان يعمل كاتب ضبط في محكمة في المحكمة الابتدائية وهو طبيعة الحارة هو العلامة المعروف المحدد ديال تطوان نعم وهو فقيه وخطيب فجاءوا برجل اسمه عبد السلام مناني علماني حقود مستعلي ليلزم أولئك الفقهاء الذين كانوا في تلك لأن الذين كانوا يشتغلون بالقضاء فقهاء كلهم فقهاء وخطباء إلى غير ذلك فجاء مكلف بمهمة حتى يقوم ب يعني تنحية يعني الشريعة وتنحية الأحكام الشرعية ليحل محلها الأحكام الوضعية عبد الرزاق الصنهوري وإلى آخره وكان شديدا بحيث كان يذل أولئك العلماء ويهينهم ولم يكونوا يستطيعون معه شيئا لأن كانت عنده صلاحية مطلقة هذا الرجل مرة السيد العام في يوم الجمعة الخطبة الجمعة تقتضي منه أن يخرج قبل الوقت بعض الشيء وأن يخطب الجمعة وكان المسجد بعيدا عن البيت فكان يذهب إلى البيت ويتغدى ويرجع فيتأخر نصف ساعة فوقف له يوما في باب المحكمة وقال له أنت لا ترجع إلى المحكمة إلى العمل أنت مفصول وأنت لأنك مستهتر ولا تأتي في الوقت وكذا وكذا وأهانه إهانة شديدة بجرحه السيد العام كان مرهف الحس كان لا يتحمل مثل هذه الإهانات لا يرضى الضيم وكان يبتعد عن كل ما من شأنه أن يصل به إلى مثل هذه المواقف أن أحد يفهم خطأ أنه جاء يطلب منه مال أو جاء يطلب منه كذا أو شعرة حتى لا يهينه أحد وحتى لا أو يطلب منه منصب أو شيء من هذا القبيل أبدا المهم السيد العام رحمه الله تلك الإهانة يعني جعلته أصيب بالاكتئاب وجعلته يذهب عند الطبيب النفسي وكان إسبانيا وقال له ذلك الطبيب النفسي علاجك ليس في الأقراص ولا أبدا علاجك في الأجواء
المريحة، الأجواء اللي فيها بالنسبة إليك يعني راحة نفسية وأجواء ديال الطرب وأجواء ديال. فرجع السيد لام إلى الزاوية الحرقية بعدما كان قد انقطع عنها بسبب تقدي الهلال رحمه الله، كان أستاذه في المسجد الأعظم وكان يدرس عليه، وكان والده الجد رحمه الله يرسله إليه يقول له اذهب عند ذلك الرجل فإنه عالم، فكان يجلس إليه حتى فهم العقيدة وفهم يعني أصول الدين كما ينبغي أن تفهم. فانقطع عن التصوف وعن، ولكنه تحت ضغط هذا الإهانة التي تلقاها اضطر أن يذهب إلى الزاوية، لأن فيها أجواء وعنده صداقات هناك، وتلك الصداقات كلها تقوم على يعني علاقات فيها نكات وفيها أجواء ديال يعني مريحة جدا. فكان يلتحق، وهو الذي سبب للسيد الوليد أن يقتدي به فيلتحق والآخر بالزاوية ويأخذني معه. هذا الأمر كان في أوائل الستينات، واحد وستين، 62، 63، في هذه الحدود. ولكن السيد العم لم يلبث طويلا في هذه الزاوية، بل سرعان ما رأى يعني من انحرافاتها ومن ضلالاتها ومن يعني ابتزازها للموردين الفقراء، يعني فقراء الزاوية أقصد. ابتزاز بحجر زمان. الابتزاز كان الشيخ يفرض على الموردين أن يأتوا اللي في البادية، أن يأتي بالدجاج والبيض والعسل والزبدة البلدية إلى آخره، واللي في المدينة يأتي بالمال. والناس مرتبطين به ويفهمون. وغالبهم فقراء يعني كانوا معوزين. غالب الموردين يكونوا معوزين فقراء. أي لا، الزاوية الحرقية مش من هذا النوع، هي الزاوية الرسونية. كان يأتيها أعيان المدينة. وأعيان المدينة وناس عندهم نصيب يعني من الدنيا ومن المال، وبالتالي كانوا ينفقون بسخاء. طيب العم أثر، على الوالد في الالتحاق بالزاوية الحرقية، وقلت لك العم محمد الأمين بوخزعي، وهذا السبب، وأنه كان يعني يعيش تجربة قاسية، والدكتور وجهه هذه الوجهة وطلب شي مدة ديال الإجازة وفقك الالتحاق وهذه حتى تستقر. لكنه سرعان ما انفصل عن الزاوية. اي نعم، هو طيب وكان لكم موقف بعد ذلك؟ في الستينات، عام 66 67 كان لكم موقف بعد موقف العم، تختم موقف الزاوية. اي موقف العم كان موقف صارم وكان موقف قاسي، وكان موقف يكفي ان تقرأوا قصيدته عن الزاوية، عن قصيدة خطيرة في الزاوية يعني، ويتحدث عن ما فيها من انحرافات وضلالات إلى غير ذلك. فهذه الزاوية احنا كالوالد وأنا صغير بقينا نذهب إليها، حتى إن كان السيد العام قد انفض عنها. وحتى 3 سنين من بعد في عام 69 عام 70 نظمت الزاوية رحلة إلى موسم مولاي إدريس الأكبر في زرهون. وذهبنا إلى ذلك الموسم في حافلة سين اثنتين، وعشنا الأجواء للمواسم إلى ذلك. ولكن سبحان الله سرعان ما رأينا عجبا، ما هو العجب؟ من هذا العجب الذي رأيناه أن القبائل الأمازيغية الأطلس المحيط بزرهون، الأطلس الصغير أظن، يأتون بالقرابين إلى الموسم ويأخذون الثور وينحرونه، لا يذكونه الذكاة الشرعية، وإنما ينحرونه كما تنحر الإبل. ويتسابق المحيطون بتلك الساحة إلى أخذ دمه، لأن القرابين مولاي إدريس دم القربان ينبغي أن لا يضيع
في التوراة، فكان كل واحد معه إناء ولا معه كأس ولا معه يتسابقون، هذا شيء رأيته، يتسابقون ليأخذوا ذلك الدم حتى لا ينزل إلى الأرض. وأنا بديك استبشعت وأنا صغير 10 سنوات يعني أو يزيد 12 سنة، استبشعت يعني ذلك المنظر وهالني ذلك المنظر ولم أفهمه. فقلت السيد قلت شنو؟ قال هذه مجموعة الجهال مولدات، ما قالش لم يقل لهم أن يكرموه بهذه الصيغة، هادو من الجاهلية الأولى قبل مجيء الإسلام، الجاهلية الوثنية لما كانوا يعبدون ياكوشا ويعبدون الآلهة التي كانت عندهم في تلك الفترة. وسبحان الله هذه واحدة. والثانية أنه أنني صغير ألزمت أن أخذ الطابور مع الناس وأصل إلى ضريح مولاي إدريس وأدخل بعنقي في كوة في طاقة يعني نافذة كذا صغيرة ومظلمة، لست أدري هل تطل على الضريح أو لا تطل، كل ما هناك أنني أدخلت إلى هناك وقدمت الزاوية يوجه الناس، أسأل مولاي إدريس ما شئت، سأله النجاح، سأله الصحة، سأله العافية، سأله الزواج، سأله كذا، سأله الولد، التجارة، هذه أمور وأنا صغير لم أستسغها من إدريس. يعني أولا هو رجل سياسة ولم يكن رجل الدين حتى على فرض، وكان رجل سياسة وقتل بسبب الحكم والنزاع للحكم، وبالتالي ما هذا النوع ديال التعلق به بهذا الشيء. ربما في سن 10-12 سنة ما كنتش تدرك هذه المعاني كبيرة، ولكن المناظر التي رأيتها بعينك، نحر الثور بذلك الطريقة، تسابق على الدم، بعض الطقوس اللي هي رجعية وغيرها، دارت لك واحد الامتعاض. أي نعم، وغيرها من المظاهر، غيرها من المظاهر. كانت ربما هذه هي المرحلة الأخيرة الأولى، الزيارة الأولى والأخيرة. هذه كانت السبب المباشر في أن تخلى نهائيا عن الزاوية الحرقية. والشيخ يعني يرسل إلينا لأنه يعرف مكانة عائلتنا الخبزة وكل شيء، يرسل إلينا مريده كي تعودوا إلى الزاوية، أجي ومقامكم قدام الشيخ، مقامكم قدام كذا إلى آخره، تعرف المقامات يعني اللي قرب من الشيخ معناه جنة مضبونة. وهكذا يعني، ولكن خلاص يعني ما لم يبقى عندنا السيد الوالد والسيد العام، وكنا حتى الوالدة مثلا كطلعنا من الزاوية الأماكن للنساء، هي كان عندهم أماكن النساء والجدة رحمه الله، لأنهم يتبعون عمي لأنه هو العالم هو اللي فقيه، لما عمله هو خلاص يعني مرشد العائلة. إيه كل شيء. طيب أستاذي الكريم، إلى هذا الحد تنتهي حلقتنا الأولى من هذه السلسلة. طبعا نزلت مسيرتنا طويلة في ذاكرة الحركة الإسلامية من الأستاذ محمد الأمين بوخبزة، لكن نرجو إلى حلقة قادمة إن شاء الله، وعلى أمل اللقاء بكم. أهو نبيل غزال يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ مجد جدد وسقى الربوع ومهد وأشار للحق الذي يحمي المريد من الردى، أنشأ صروحا حصنت وأشاد ذكرا خلدا، حقب توالت تبتغي رسم الطريق على الهدى، أحداث قوم قاوموا وتحملوا ما أجهدا، فدعوا لشرع محكم ببلادنا أرض الندى، أحداث قوم قاوموا وتحملوا ما أجهدا، فدعوا لشرع محكم ببلادنا أرض النادى.